بس عفوا ديون ما تقصد نتائجيا؟ نتائجيا لا نتائجيا عبر تاريخ الفريقين يعني الاهلي يفرق بفرق كبير في المباريات يعني تاريخيا الاهلي والاتحاد التقوا في من عام 1377 لليوم في 170 مباراه تعادلوا في 51 وفاز الاتحاد 56 وفاز الاهلي 63 صحيح ما نتكلم نتائجيا في نوعيه كما في النتائج اعطيني ما هي مشكله اعطيني يعني في الفتره الاتحاد اللي سيطر فيها من 1417 الى هذا ما كان الاهلي موجود له في المنافسه مع مو صحيح ما في 2000 في 2007 في 2007 الاهلي اخذ بطولتين في شهر قدام الاتحاد معليش ما في مقارنه مقارنتها طيب تقارنها بثلاثه دوري ما تقارنها هنا نجي في الانتقائيه هل تقارنها بسيطره هنا نجي بالانتقائيه هل تقارنها بسيطره ممتده سنوات من ضمنها لم تحدث في اي دربيات موجوده حتى في المنطقه العربيه ما صارت انه فريق يهزم من فريق منافس في ديربي خمسه مرات اربعه ممتاز ما صارت يعني في اشياء شوف هي في مراحل في معينه كل واحد يسيطر على الثاني ما فيها شيء الفتره ذيك سيطر الاتحاد سيطره ساحقه حتى المدرج كان مدرج الاهلي خالي ما كان موجود احد لانه ضامنين ان الاتحاد فايز الاتحاد علو الكعب الفني كان مو على الاهلي الاهلي كان اقل فنيه صراحه من الاتحاد هذا ما فيها شيء في عام ما تزعل احد في عام كم في الفتره الذهبيه للاتحاد ممتاز من اكلمك على الاقل في الفتره الاحترافيه من عام 1417 على الاقل في الفتره الاحترافيه أوكي. لو نبغى نتكلم من 1417 الى اليوم نتكلم على 20 سنه تقريبا موجوده في علو كعب في النتائج في علو كعب في النتائج النوعيه في علو كعب في البطوله في العناصر تتكلم في البطوله في العناصر في كل شيء بس دقيقه عن عقد انت يعني 10 سنوات إيه لا تتكلم على اكثر من عقد تتكلم على 20 سنه لا انت تقول عام 1417 ايوه هي انتهت 1417 خلينا نقول العشر سنوات هذه اصلا الاتحاد كان ينافس الهلال في تلك الفتره طيب لكن انا لما تحدثني انا ما اقلل من الاهلي ما احنا ما نجزأ التاريخ فاز. التاريخ لا يتجزأ ما تاخذ لي مرحله معينه وتقول لي الاتحاد كعبه وانا لو باخذ مرحله معينه بوديك معايا للتسعينات الهجريه في 8 9 سنوات ما فاز طيب اذا بتقيم من الناحيه دي جيب لي احد فاز على الاتحاد ثلاثه دوري طيب ممتاز ارجع مساله عناصريه تتكلم على ثلاثه دوري معلش انا صارت ثمانيه هو راح يدخل بكره لا لا ما يدخل ابدا بس هو يقول عناصريا يعني الفتره البطوليه اللي كان فيها الاتحاد فارق بطوليا انا اكلمه مين كانت عناصره الصحفي وخريش وسهيل والاهلي كان فيه مسعد وشليه وقهوجي وعبد الغني واسماء كبيره فبالتالي ما كانت عناصريه هي اللي انا قلتها لك الاهلي والاتحاد الجانب النفسي هو اللي ياثر دائما الاسماء الاتحاد مرت عليه مباريات لعب مع الاهلي بهذه الفتره الذهبيه في ظل غياب لاعبين في شهر رمضان طيب. فاز الاهلي طيب ايش سبب سيطره الاتحاد في الفتره هذه كامله مو صحيح صحيح انت اخذت مرحله خمس سنوات انا اعطيك تاريخ 20 سنه يا رجل انت فين انا اقول لك من 1417 الى اليوم طب اعطيني التسعينات الهجريه يلا اعطيني التسعينات عندي سرد انا لو اجي بجيب لك سرد انت اخذت المرحله اللي تبغاها يا ابو خالد اخذت المرحله اللي تبغاها معلش ما انا ما باخذ المرحله اللي ابغاها انا اقول لك الاهلي اليوم يشبه بمرحله الاتحاد لكنها فتره قصيره الى الان الاهلي كيف؟ الاهلي مسيطر له قديش؟ انت تكلمني عن المرحله هذه، طب اعطيني من التسعينات الهجريه يا ستي انا ماني حافظ اقول لك انت التسعينات الهجريه تقول لي انت حافظ انا اكلمك 20 سنه ما تبغى طيب ايش تبغى اقرب من 20 سنه من جزء من المنافسات الدوريه صار من جدا شوف فيها ثلاثه دوري وفيها اربعات وفيها نتائج كثيره نوعيه فيها اربع العام الماضي ما فيها شيء ما اقول لك الاهلي اربعتين فيها اربع عشان اريحك كمان اربعتين بعد في التقرير اخر في التقرير اخر 10 ديربي في الدوري لمن؟ اخر خمس سنوات الاتحاد ما فاز على الاهلي في الديربي إيه عشرة هذه السنه السادسه 10 يعني 10 مباريات طيب انت كيف 10 ديربي بس كيف تشوف المشهد الدوري يكلمك وانت تشوف الاتحاد والاهلي كيف تشوف المشهد بكره الاهلي الاهلي لا هذه مشكله هذه مشكله تواجه الاهلي لكل الاراء انها الاهلي هي تتكلم على الورق انت لما تتكلم هذه مشكله هذه مشكله لو انتقلت انت لما اسمعني لا فهمني انا فاهم انا فاهم ايش تقول بس يا غالي في فرق احنا مثلا اتذكر مباراه الهلال والوحده كأس الملك النهائي. في إعلاميين هلاليين جالسين في الاستديو زين يقول المشكلة الهلال إذا دخلوا بالثقة يا حبيبي أنت تتكلم كإعلامي ولك عضو شرف. هاي ما يصير أنت كنت تتكلم كإعلامي تقول بكرة الهلال مرشح للفوز بنسبة 80% فنيا هذا الواقع. مشكلة بعض الإعلاميين ينسى أنه إعلامي ويتكلم أنا أخشى طبعا مع احترام الجميع هذه كل يقع فيها. اخشى ان كذا واخشى احنا نتكلم على ورق الورق يقول بكره الاهلي فايز اذا الاهلي فر اذا الاهلي يطلع بكره بالتعادل والخسران صحيح بناء على المعطيات اللي موجوده الان صح هذا امر طبيعي بغض النظر عن الغياب حتى لو كان موجود عناصر يعني كلها تدعم الاهلي كل الاهلي في الفتره الاخيره اقوى فنيا عناصريا دكه ثبات منافسه هذا كلام منطقي مثل ما قال ابو خالد في فتره في فترة منصور اتحاد بلوي منصور بلوي
كان السيطرة الاتحاد. لما نرجع احنا للثمانينات الميلادية كان حتى كان في لاعب اسمه فريج اتذكر راس حربة في الاهلي يسجل في الاتحاد. كان يعني الاهلي مسيطر في نهائي الكاس 4-0 والمباريات اللي بعدها والدوري كان ندخل مباراة الاهلي والاتحاد احنا نقول الاهلي فايز غالبا. جت فترة منصور بلوي اختلفت الامور. لا حتى من قبل لا لا كيف هي بدأت من فترة طلعت لامي وفترة احمد مسعود ثم فترة منصور بلوي. لا لا عفوا انا تواجد منصور تواجد منصور بلوي في النادي. هذا الفريق عاد قمة عاد الذروة هذه. و 417 هي بدأت اللي حقق فيها اللي بدأ ينافس حقق فيها الدوري الاتحاد واستمر بعدها. نعم كنا نتوقع فوز الاتحاد اكثر. في الفترة الحالية الورق يقول الاهلي. انا اقول الان 2009 تقريبا كانت السيطره الاتحاد 2010. انا اقول الان اذا بكره المباراه شوف اذا انتهت بكره عاديه يعني مرحله يسيطر فيها الاتحاد. 2007 الاهلي جاب بطولتين قدام الاتحاد وعام 2010 جاب كاس الملك امام الاتحاد. ما نقول شيء احنا جاوبت على السؤال ما قلنا على الخلاف هذا ما في شيء لكن تقول لك لكن في خلال هذه المرحله مين اللي كان مسيطر الاكبر؟ بس انت ابو محمد انت اخذت المرحله اللي تبغاها. لا انا ما تكلمت عن المرحله الاولى ولا انكرت المرحله اللي قبلها. انت تقول الاهلي كان في فتره مسيطر على الاتحاد وعلى غير الاتحاد. انت تقول يعني. انت تقول ذاكرتي انت تقول ذاكرتي ما تروح للثمانينات. انا ابغى ذاكرتي من عام 1400 صغير في السن. دقيقه الله يرحمه يا رجع من يوم 8/2. لا 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 ما ابغى ارجعها من 8/2. لا 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 ارجعها من 8/2 ولا من الخمسه اللي الشوط الاول ما شفنا الفريق الشوط الثاني. لا ترجع زي حق الشباب ما نبغى نتذكر ذي ما نبغى نتذكر. كلمني عن ناديك. شوف انا بسالك سؤال. انت ذاكرتك من 1417 انا ذاكرتي اسوء من ذاكرتك يا سيدي. انا من 6 سنوات انت برضك فين الاتحاد امام الاهلي السيطره الحين لما نتكلم على الاهلي الحين طب فاز الاتحاد هو اخذ الخان اللي لا لحظه فاز الاتحاد كلمني من 1417 لحظه فاز انا والله ذاكرتي ما لحظه بكره فاز الاتحاد في 6 سنوات ابو خالد في كلامه في انتقائيه واضحه يا صاحبي طيب شكرا الحق حق طيب اوكي عشان كذا خلي الاتحاد فاز بكره هل هذا يلغي المرحله سيطره الاهلي على المرحله؟ لا يلغيه ما يلغي الاهلي مسيطر في 6 سنوات بس انت امام طيب 5 سنوات هو اللي مسيطر ما يلغي المرحله انا ما ابغى في مرحله اي مرحله هذه مرحله كبيره جدا يا طيب بس انت اخذت المرحله يعني اللي تبغاها وحاولت تلغي طيب كل المراحل اللي ما انت على سيبك للحلقه اللي بكره جيب لي طيب هذا الكلام بناخذ راي الاستاذ عبد العزيز وايضا راي الاستاذ باس هذا الكلام ترى هذا اللي قاعد يصير في جده وعشاق الاتحاد والاهلي وايضا الاطراف الاخرى اللي تصير مسانده لهم متعصبين لا يحبون فرقهم